هذه هي الجبهة اللبنانية التي قد تشتعل في أي لحظة. تقارير عن ضربة إسرائيلية لحزب الله، وبن غفير يصعد من لهجته، تصعيد متبادل، والسؤال كيف ستبدو حرب إسرائيل وحزب الله، وهل اقترب نشوب صراع شامل؟ جبهة جنوب لبنان هل تشتعل، وهل يفعلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعلن عن الحرب الشاملة؟ قادة عسكريين في إسرائيل يجتمعون لبحث ملف لبنان، تصعيد متواصل وتوتر وصل إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التطور يتوازى مع تطورات أخرى عديدة تشير جميعها لجدية وخطورة الأوضاع. فوسائل إعلام اللبنانية مقربة من حزب الله قالت إن بيروت تلقت في الأيام الماضية رسائل دبلوماسية تتضمن تهديدا بضربة إسرائيلية وشيكة. وكشفت مصادر بارزة أن أغلب الموفدين الدوليين نقلوا تخوفهم من جدية التهديد الإسرائيلي، كما حدد الجانب الإسرائيلي موعدا للضربة كما يقول دبلوماسيون أوروبيون. فإلى أين تسير الأمور بين حزب الله وإسرائيل؟ يوما بعد يوم تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا مقلقا، ورغم أن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة اجتذبت قدرا كبيرا من اهتمام العالم على مدى الفترة الماضية، فإن القتال على جبهة الحدود الشمالية مع لبنان يدق ناقوس الخطر مع تصاعده في الآونة الأخيرة. شن حزب الله أكبر هجوم صاروخي له على إسرائيل قبل أيام، ردا على غارات إسرائيلية متواصلة تسفر عن مقتل قادة كبار في حزب الله. هذا يثير المخاوف من أن الصراع قد يتصاعد بسرعة. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه تمت المصادقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان وإقرارها، فيما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله بالقضاء عليه في حال اندلاع حرب شاملة. فيما يأتي تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه على إسرائيل أن تنتظره جوا وبرا وبحرا، كما شدد على أنه إذا فرضت الحرب على لبنان فإن حزب الله سيقاتل بلا قواعد أو ضوابط أو أسقف. احتدم القتال على الحدود الشمالية منذ أشهر، حيث أطلق حزب الله المدعوم من إيران آلاف الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والطائرات من دون طيار على إسرائيل، في حين ترد القوات الجوية الإسرائيلية بآلاف الغارات الجوية، ونزح أكثر من 140 ألف شخص من منازلهم على جانبي الحدود. ويبقى السؤال، هل اقترب نشوب صراع شامل بين إسرائيل وحزب الله؟ يقول الخبراء أنه وفي ظل ما تعانيه إسرائيل من شعور بالصدمة وعدم التحصن، وفي ظل رئيس وزرائها الذي يناضل من أجل البقاء السياسي، هل يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى اعتبار أن الخطر الذي يتهددها من الشمال في لبنان يحتاج إلى التحييد؟ يتمثل الهاجس في احتمالية أن تجد حكومة بنيامين نتنياهو ما يغريها على فتح جبهة ثانية للحرب ضد حزب الله. وإذا ما حدث ذلك وفتحت إسرائيل جبهة ثانية، فهل سيجذب ذلك إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله في المنطقة والعدو الصريح للولايات المتحدة؟ تعيش إسرائيل هذه التطورات في الوقت الذي تشتعل فيه إسرائيل، فعائلات الأسرى الإسرائيليين تواصل الاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وها هم المحتجون الإسرائيليون يغلقون محاور رئيسية في تل أبيب أمام حركة السير، رافعين شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة المحتجزين في قطاع غزة من خلال عقد صفقة فورية لتبادل الأسرى. وها هو توماس فريدمان يحذر من زوال إسرائيل، ويقول إسرائيل التي عرفناها إلى زوال عبارة كانت عنوان لمقال كتبه الصحفي والمحلل السياسي الأمريكي توماس فريدمان بعيد فوز الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل بالانتخابات التشريعية آنذاك. ويقول الصحفي الأمريكي أن الكثيرين لم يوافقونني الرأي، وأعتقد أن تطورات الأحداث أثبتت خطأهم بعد أن أصبح الوضع الآن أسوأ من ذي قبل، فإسرائيل التي عرفناها إلى زوال وهي اليوم تواجه خطرا وجوديا.
والأسباب التي تدفع إلى هذا الاعتقاد: إسرائيل تواجه قوة إقليمية عظمى متمثلة في إيران، التي تمكنت من وضع إسرائيل في كماشة باستخدام من وصفهم بوكلائها في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في ظل تتابع تصريحات القادة الإسرائيليين، فها هو رئيس حزب العمل الإسرائيلي إير جولان يقول: من المستحيل تدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن في الوقت نفسه. وها هو زعيم حزب العمل يؤكد أن نتنياهو يدمر إسرائيل. جنرال إسرائيلي متقاعد يؤكد أن التوترات بين الجيش ونتنياهو بلغت أعلى مستوياتها، والجيش لديه شعور أن إسرائيل استنفدت الغرض من الحرب في قطاع غزة. وها هو زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يقول: حكومة نتنياهو تضم أشخاص مجانين تماماً، ويؤكد أن تطرف بن كفير وسموتريش يجر إسرائيل إلى عوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل. ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن كفير: إذا لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال فلن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء، وأصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب. وها هو المبعوث الأمريكي الذي زار إسرائيل ولبنان يعرض التفاوض بينهما لتجنب الحرب، ولكنه يقر: لم نحقق اختراقا. البنتاغون يؤكد أن الحرب في غزة لم تتسع لتشمل إسرائيل ولبنان، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتهدئة. زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان، هل هي مسعى دبلوماسي أم رسالة تحذير؟ وهل ستنجح المحاولات الأمريكية لتجنب التصعيد بين إسرائيل ولبنان؟ وماذا يعني أن يعلن الجيش الإسرائيلي الموافقة على خطط الهجوم على لبنان؟ وإلى أين تتجه هذه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟ تعالوا